السلام عليكم يا شباب. فيديو النهارده ان شاء الله مع طلاب التحصيلي مكملين فيه حل اهم التجميعات اللي وردت في السنوات السابقه. نبدا بالسؤال الاول، بيقول لك اوجد قيمه اكس في الدايره المرسومه دي. هنا يا شباب هنرجع بالذاكره كده للمحاضره اللي فاتت، قلت لك ان لازم مجموع قياسات الدايره كلها تكون 360. طب الدايره دي مقسمه عندك لثلاث اقواس، ادي 1 2 3. اذا كان الوترين دول يا شباب متساويين، ده معناه ان اقواسهم هي كمان متساويه، يعني القوس ده بيساوي ده. يبقى سيادتك اول حاجه هتعملها تجيب مجموع قياسات الدايره كلها اللي هي 360، تنقص منهم القوس اللي عندك اللي هو 100، يطلع لك 260. هتعمل ايه بقى ايها الطالب الجميل في ال 260 دي؟ هتقسمها على 2 لان القوسين دول متساويين. يبقى 260 تقسيم 2 يعني 130، اذا الجواب هو سي. السؤال الثاني بيقول لك اوجد قيمه اكس. هنا للأسف في طلاب كتير بتقول لي يا أستاذ المثلث عندنا 180، شلنا منه 20 يتبقى 160 نقسمها على 2، وده طبعا يا شباب هبد. أمال المفروض تعمل إيه؟ خلي بالك في نظرية بتقول لك المثلث المرسوم على قطر دايرة قائم، وبالتالي المثلث الجميل ده مرسوم عندك على القطر بتاع الدايرة، إذا زاوية رأسه هنا لازم تكون 90 درجة. وبناء عليه كمل بقى وطبق نظرية المثلث، مجموع قياسات ظهر المثلث الداخلية كلها 180، عندك منهم 90 و20، اجمع 90 زائد 20 يعني 110، 110 من 180 يتبقى عندك 70. يبقى خلي بالك هنا المثلث المرسوم على قطر دائرة قائم الزاوية. طبعا هنا يا شباب بنتكلم على زاوية رأس المثلث. السؤال اللي بعده برضه بيقول لك اوجد قيمة اكس. لو انت بصيت كده للشكل ده هتلاقي الشكل ده رباعي دائري، واهم خاصية عندك في الشكل الرباعي الدائري ان كل الزاويتان متقابلتان متكاملتان، يعني مجموعهم هما الاثنين 180، وبالتالي الزاوية دي يا شباب زائد الزاوية دي لازم يكونوا هما الاثنين 180. طيب يا استاذ يبقى زاوية اكس عندنا هنا بتساوي 180 ناقص ال 95 دي، يديك كام بقى؟ يديك 85. اذا الاجابه يس. السؤال اللي بعده بيقول لك قيمه اكس في الشكل المجاور. الفكره دي يا شباب نفس الفكره دي بالضبط، برضو شكل رباعي دائري مرسوم داخل دايره اهو، اذا كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، فسيادتك هتجمعهم هما الاثنين وتساوي الكلام ده ب 180. عندك هنا 2 اكس واكس يبقى 3 اكس بيساوي 180. وزي ما خدنا في حل المعادلات يا شباب انت محتاج قيمه اكس، اقسم بقى على 3 هنا وهنا، 180 تقسيم 3 يعني 60، اذا قيمه اكس هنا بتساوي 60. خلي بالك بقى من فكره السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك اوجد قياس القوس اي بي. خلي بالك القوس اهو يا شباب، عشان تجيب قياس القوس ده انت محتاج تكون عارف زاويته المركزيه او زاويته المحيطيه. لو عندك زاويته المركزيه يبقى القوس ده هيبقى نفس قياس زاويته المركزيه، ولو عندك زاويته المحيطية يبقى القوس ده هيكون ضعف زاويته المحيطية. طب اجيب الكلام ده ازاي؟ انت لازم اولا ترسم عمل هنا كده. العمل ده لازمته يا شباب؟ لازمته انه هيعمل لك المثلث ده متطابق الضلعين، لان ضلعاه انصاف اقطار. فلو دي 30 يبقى الزاوية ده هي كمان، هي كمان 30. ولو دي 30 يبقى في المثلث الثاني ايضا متطابق الاضلاع يا شباب، يبقى دي هي ايضا 30. اذا اصبحت الزاويه المحيطيه دي عندك 60، وانا لسه قايل لك دلوقتي حالا القوس ده ضعف قياس زاويته المحيطيه، وبالتالي القوس ده هيكون كام يا شباب؟ ضعف ال 60 يعني 120. اذا الجواب بي. السؤال اللي بعده بيقول لك اوجد قياس زاويه واحد. خلي بالك يا شباب قياس زاوية واحد دي ناتجة من تقاطع وترين داخل دايرة، وانت عندك نتيجة مهمة بتقول لك إذا تقاطع وتران داخل دايرة فإن قياس زاوية تقاطعهما بتساوي نص مجموع القوسين اللي الوترين دول متقاطعين عليهم. يعني كل اللي انت هتعمله هتجمع القوس ده قياسه كام؟ 40 زائد القوس الثاني 60، وتاخد نص النتيجة دي. طبعا شويه 40 زائد 60 100، نص ال 100 يعني 50، وبالتالي قياس زاويه واحد هنا هتساوي 50 درجه. السؤال اللي بعده من اكثر الاسئله اللي اتكررت في الفتره الاخيره، بيقول لك انا عايز طول الوتر اي بي. نخلي بالنا يا شباب مش هتقدر توصل لطول الوتر اي بي ابدا الا اذا عملت مثلث
وصلت فيه الـ A بمركز الدايرة. طب احنا بنعمل الكلام ده ليه يا شباب؟ ركزوا معايا كده. انا لو وصلت الـ A بمركز الدايرة هيكون الحتة دي نص قطر زي دي، وطالما دي 3 و 2 يعني نص القطر 5، يبقى ده كمان 5. كده انا وصلتك لنظرية فيثاغورس. عندك الوتر 5 وده 3 ودي قايمة طبعا. اذا القطعة دي من A لحد هنا يا شباب هتكون هي اطوال فيثاغورس المشهورة، فهتكون دي 4. وبالتالي انت عندك نتيجة بتقولك لو كان عندك نص قطر عمودي على وتر في الدايرة يبقى بين الصفر، ده معناه ان القطعة الصغيرة دي بتساوي دي، يبقى الحتة الجميلة دي هي كمان 4، وبالتالي طول A B كله هيكون 4 زائد 4 يعني 8. السؤال اللي بعده واللي بعده بيتكلموا على معادلة الدايرة. تعالى لو نتناقش في معادلة الدايرة، النص بتاعها هو X ناقص H لكل تربيع زائد واي ناقص كي لكل تربيع بيساوي ار تربيع. نخلي بالنا يا شباب الاتش والكي دول هما مركز الدايره، والار تربيع ده اللي هو نصف قطرها تربيع، نص القطر تربيع. طيب تعالوا نشوف الكلام ده هنطبقه ازاي على المسالتين دول. المساله الاولى بيقول لك يا ترى طول قطر الدايره اكس ناقص 3 لكل تربيع زائد واي ناقص 6 لكل تربيع بيساوي 16، اجيب قطرها ازاي؟ احنا لسه متفقين يا شباب ان العدد اللي في الاخر ده هو ار تربيع، ده معناه ان ار تربيع اللي هو نص القطر تربيع بيساوي 16. يبقى ار بس بقى يا طالب الجميل هتاخد جذر 16 اللي هو 4. خلي بالك انت دلوقتي جبت نص القطر، لكن السؤال هنا بيقول لك هات القطر كله. يبقى القطر كله اللي هو الدي هيساوي ضعف الار، يعني القطر قد نص القطر مرتين، وبالتالي 2 ضرب 4 يعني 8. انت يا شباب لو عندك دايره وعندك القطعه دي كده تسمى نص قطر، لكن لو وصلت دي كلها يبقى ده دي اللي هو الدايمتر القطر بالكامل، فالعلاقه ان دي بيساوي 2 ار. السؤال اللي بعده بيقول لك مركز الدايره اللي معادلتها اكس ناقص 2 لكل تربيع زائد واي زائد 1 لكل تربيع بيساوي 4. لسه متفقين يا شباب ان الاتش والكي هما مركز الدايره، بتعكس اشارات العدد المكتوب مع الاكس والواي. طيب اللي هنا مع الاكس سالب 2 هتعكسه عشان تجيب الاتش، يبقى الاتش هنا يكون موجب 2، وتعكس الاشاره بتاعه العدد ده كمان، ده هنا موجب 1 هتعكس اشارته يبقى سالب 1. يبقى اذا مركز الدايره هنا هيكون 2 وسالب 1. السؤال اللي بعده سؤال سهل جدا خدناه في ابتدائي، بيقول لك النظير الجمعي للعدد سالب 0.6. طبعا من اول هنا يا شباب منهج صف تاني ثانوي اللي هو الرياضيات 3، عشان تجيب النظير الجمعي للعدد ده المفروض انك تحط الاول على الظهور بسط ومقام، فلو العلامه بعد رقم 1 ده معناه ان تقسيم 10، يعني المفروض ان دي 6 على 10. طيب ده العدد الاصلي، خلي بالك اللي عندك في السؤال انت عايز تحطه في ابسط صوره بقى، لو هنقسم هنا وفوق وتحت كده على الاثنين 6 تقسيم 2 3 و10 تقسيم 2 5. خلي بالك يا شباب ان في سالب في السؤال، كل ده انت جبت العدد اللي عندك اللي هو 6 من 10 في ابسط صوره، انت عايز بقى النظير الجمعي بتاعه. النظير الجمعي هو نفس العدد باختلاف الاشاره، فلو سالب 3 على 5 وانت عايز النظير الجمعي هتخليها 3 على 5 بدون السالب. السؤال اللي بعده بيقول لك ما العدد غير النسبي في الاعداد اللي مكتوبه قدامك دي؟ طبعا يا شباب العدد غير النسبي ده هو العدد الذي لا يمكن كتابته على صوره بسط ومقام، وبالتالي لو انت بصيت للجذر 8 مفيش عدد ينضرب في نفسه يديك 8، اذا ال 8 ده ما ينفع ابدا تكتبه في صوره بسط ومقام، وبالتالي هو عدد غير نسبي. لكن يا شباب لو شفت العدد ده 22 على 7 ده بسط ومقام، يبقى ده عدد نسبي. جذر ال 21 11 ده عدد صحيح وعدد كلي وعدد نسبي وفي كل اللي انت عايزه. 32 من 100 ايضا عدد نسبي لان يمكن كتابته في صوره بسط ومقام، فانت ممكن تكتبه 32 على 100، وبالتالي ده عدد نسبي. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كانت f of x بيساوي 2 x ناقص 4 فان f of 8 بيساوي كام؟ هنا يا شباب كل اللي انت بتعمله بتعمل تعويض مباشر. f of x شال ال x وحط بدلها 8، يبقى سيادتك هتاخد ال 8 دي وتعوض بيها مكان ال x، تعويض مباشر في خطوه واحده. 2 x يعني 2 ضرب x، واحنا اتفقنا ان ال x ب 8 يعني 2 ضرب 8 يعني 16 ناقص العدد اللي عندك اللي هو 4، 16 ناقص 4 يساوي 12، إذا الجواب هو
السؤال اللي بعده بيقول لك حل المتباينه اكس اكبر من 2 هو الفتره مين في دول؟ هنا شباب لازم تقرا الفتره صح. هو بيقول لك اكس اكبر من 2 يعني اكس هي جميع الاعداد اللي اكبر من 2، وخلي بالك مفيش هنا او يساوي، وبالتالي قوس الاثنين لازم يكون مفتوح وتروح لجميع الاعداد اللي اكبر من 2 اللي هي الاعداد الموجبه اللي اكبر من 2، وبالتالي الجواب الصح هنا هو ان قوس الاثنين يكون مفتوح وتمتد معاك الاعداد الى موجب ما لا نهايه.